عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناة ديالي شيما فلوغ. نتمنى القناة ديالي تكون تعجبكم والمحتوى ديالها يعجبكم، ونكون ما كنش تقيل عليكم في الفيديوهات. نتمنى اي واحد دخل عندي ما ينساش يدق على الجرس ويدير لايك. الله يحفظكم بكم. نطلعوا يعني ما نقدروش نطلعوا بوحدنا الا ما درتوش لايك وما دقيتوش على الجرس، يعني ما نقدروش نطلعوا ونزيدوكم بالجديد. المهم اليوم جيتكم بواحد لاغوسيف ديال انتارت ديال البواغ مع اللوز، مع اللوز مطحون. هنا نحتاجوا فوق المقادير عندنا ان باتويتي، هذه العجينه المورقه، عندنا البواغ تاع الكونسيرف، ماشي طري، ماشي الاجاص اللي يكون طري، كيكون هذا تاع المعلب. عندنا خماره واحده، فانيا، جوج بيضات، ثلاثه ديال المعالق كاع اللي بغيها حلوه يدير ربعه ديال المعالق، انا درت ثلاثه ديال المعالق عامرين كبار. هنا اللوز اللي عنده اللوز ايفيلي يدير، انا هذه المره عندي غير اللوز هذا، درت هذا. اللي عنده اللوز ايفيلي يدير هذا غير بوغ لا ديكو من الفوق. هنا غادي ندوزو للتحضير. عندنا هنايا غادي نديرو غرفيه ديال اللوز مطحون. هنا غادي نهرسو البيضات، جوج ديال البيضات، هنا نديرو واحد لافانيا، نديرو السكر ديالنا مزيان. هنا البنات نسيت واحد القضيه ديال واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، هنا ذوبتها شويه في الميكرون لان نسيت باش نخرجها من قبل، تكونوا نتوما جبدوها وخليوها على درجة المطبخ. انا ملي جبتها جامدة مزيان درتها شوية في الميكرون باش تدوب لي. نزيدوها مع الخليط ديالنا فوالا، ودابا غادي نخلطو هاد الشي مزيان. خلطو مزيان مزيان وما نساوش واحد القرصة ديال الملح. يا البنات ما نديروش الخماره كامله، نديرو غير واحد على حساب واحد كيما نقولوا هكا معلقه صغيره فوالا، ما نكثروش. هنا نخلطو مزيان ديك الخماره اللي درناها مع الخليط ديالنا. البنات درت شويه زبده في المقله، وهنا كما تشوفوا قطعت هذا الاجزاص قطعته هكا طروفا كيما هكا. غادي شويه نديرو في هذه الزبده غير شويه يتحير في هذيك الزبده هذيك، ومن بعد نحيدو. هنا كما راكم تشوفوا هاد لي مورسو ندخلهم ديك الزبده غير شويه، ماشي حتى يتحرقوا ولا صافي، ونحيدهم ونولي لكم. البنات جبنا المول ديالنا، وغادي نجيبو لاباتفيتي ديالنا ونحطوها في المول كيما هكا باش يكونوا كاع القنوطه يجيو متساويين هكا. انا غادي نزيد نقطع الطروفه باش ما يجينيش تجينيش الورقه عاليه بزاف. هانا نحاولوا نعدلوا لاباط ديالنا مزيان في الطروفه، لان دي فوا المول كيكون صغير ولا باط كتجي كبيره بزاف. نساوي كاع الطروفه باش يجيو كاع كيف كيف فوالا. هنا غادي نديرو بالفرشيطه كيما هكا باش لاباط ما تنتفخناش في الطياب. فوالا هنا دابا غادي نجيبو ونجيو ونحطو لاباط ديالنا هنايا فوالا، خاصها تجي هكا ما تجيش جاريه لان كتجي متلوقه ما تجيش مزيانه.
البنات سرحنا هذاك لاباط داموند على الورق هذا المورق فوالا. وهنا غادي نجيو ونستفو ديال هاد السنيفات نتاع اجاز، نحاولوا نستفوهم كيما هكا فوالا كيما راكم تشوفوا هكا. اخوتي اخواتي جي شوفوا حطينا داك الاجاز كيما هكا فوالا. هنا غادي نديرها في الفران تحمر، وفي نص قبل ما تحمر لي مزيان غادي نزيد عليها هاد اللوز هذا، ومن بعد نرجع لكم نديرها على درجه 180 ونخليها حتى تبان لي صافي بدات كتحمر ونولي لكم. اخوتي نهزو كاسرونه ونديرو نص تحت هذاك هذاك الماء ديال البواطل ديال المعلب ديال الاجاص، نهزو كاس كيما هكا كاس ديال اتاي نديروه في الكاسرونه ونزيدو معاه جوج معالق كبار ديال السكر باش يولي كيما سيرو شويه عقد، باش ابخي نديرو الناباش فوق لاطارت. هنا البنات طابق من تحت، دابا حيدتها من الفور وغادي ندير لها هذاك الكلاصاج ها هو داك الناباج باردون، هكا نقطر عليها هكا راكو تشوفوها بدات كتلمع بعدا دابا، ومن بعد نزيد لها غير واحد 5 مينوت في الفران صافي، ومن بعد نرجع لكم. نزيد هاد شويه بقات لي شويه ديال اللوز غنزيدو فوق داك الناباج وسي نتوما لا عندكم اللوز ايفيلي ديرو، عندكم بغيتو تزينوها باش ما بغيتو، انا درت اللوز والعقه وقا وكل واحد ولوكو ديالو اللي يبغي يدير، يعني كل واحد والذوق ديالو فوالا. غنزيدها واحد 5 مينوت في الفران ومن بعد نرجع لكم. انا ها هو خرجت الكاطو من الفران كما راكم تشوفوا، شويه خليته زاد طيب يعني طيبته اكثر من اللازم، نسيته كان عندي شي شغل ونسيتو نسيتها في الفران. المهم خرجت لنا زوينه كوميم كما راكم تشوفوا، ها هي مقرمله كروستيونت. نتمنى هاد لاطارت تعجبكم وتبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم، ويا الله خليتكم على خير. السلام عليكم. سلام.